بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مرحبا بكم وبكنا الإخوة والأخوات الفضليات. موضوعنا هو رد الشبهات ومناقشة هذه الشبهات التي تثار حول التاريخ الإسلامي، وحنبدأ بالشبهات التي تثار حول الخلفاء الراشدين. وأبرز هذه الشبهات تخص عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن أود أولا أنه أتناول بعض الأمور التي تخص عصر الخلفاء الراشدين بشكل عام. إن المستشرقين وأعداء الإسلام عامة وبعض المتأثرين بهذا التيار الاستشراقي نظروا إلى عصر الخلفاء الراشدين على إنه عصر القدوة والأسوة بالنسبة للمسلمين، وهو امتداد لعصر النبوة، فأرادوا أن يثيروا حوله الغبار والشبهات والافتراءات التي تقلل من وضاءة ونورانية وأسوة وقدوة ومكانة عصر الخلفاء الراشدين، حتى لا يبقى للمسلمين فترة يتباهون بها أو نماذج يتأسون بها. فقلصوا فترة الأسوة في عصر الخلفاء الراشدين بخلافة أبي بكر وعمر، قالوا أنها خلافة متميزة فعلا، خلافة سيدنا أبو بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي لم يمتد حكمه أكثر من سنتين يعني، وخلافة عمر التي امتدت 10 سنوات من 13 إلى 23 هجرية، أبو بكر من 11 إلى 13 وعمر من 13 إلى 23. فقالوا هذه خلافة جيدة ومتميزة وفيها فعلا ما يفتخر به. لكن بقية عصر الخلفاء الراشدين عثمان وعلي عصر فتن وحروب وثورات داخلية ودماء سالت وكذا كذا، والدولة شاخت وهرمت وفي النهاية انهارت، وبالتالي فيقللون المدة التي أمضاها عصر الخلفاء الراشدين إلى تقريبا 13 سنة، من 40 سنة من 13 و 12 25، ثم من 35 بعد ذلك إلى 40، حوالي 5 سنوات. يعني المدة هذه كلها أرادوا أن يقللوها في خلافة أبي بكر وعمر فقط، بحجة أن عصر عثمان شهد ثورة على الخليفة، يعني تمرد داخلي نتيجة سوء أوضاع الدولة، نتيجة أن الخليفة شخص كبير وهرم ويعني غير كفء لإدارة الدولة، هكذا قالوا. وأن بعض المبشرين بالجنة مثل طلحة والزبير مثلا ثار على عثمان، أو ثار على علي بن أبي طالب فيما بعد، عفوا ثار على علي، وإن جماعة من الخلفاء الراشدين، جماعة من الراشدين أو الشخصيات الكبيرة في ذلك العصر في خلافة عثمان كانوا ممن شجعوا الثوار عليه. فلما جاءت خلافة علي ظلت الحروب الداخلية دائرة، ثم قتل علي في نهاية الأمر بعدما قتل عثمان من قبل، بعدما قتل عمر من قبل، وهكذا. فنطرح فترة خلافة عثمان وعلي من عصر الخلفاء الراشدين لأنها لا تستحق التأسي بها، ويبقى لنا عصر أبو بكر وعمر وهكذا. ثم ضنوا بذلك أيضا، فقالوا إني ليست كل خلافة أبو بكر وعمر خلافة جيدة، فخلافة أبو بكر مثلا شهدت حروب الردة، وكان أبو بكر متصلبا أكثر مما ينبغي في حرب المرتدين، لأن بعض المرتدين كانوا من مانع الزكاة وكانوا مسلمين في الحقيقة، إنما هم متمردون على الدولة سياسيا وليس على الدين عقديا. فهمتم؟ لذلك فكان أبو بكر متعديا
ومتصلبا أكثر مما ينبغي في حرب هؤلاء المرتدين، لأن حروب الردة في الحقيقة يعني ليست حروبا للعقيدة، وهؤلاء الذين سموا مرتدين لم يكونوا مرتدين، إنما كانوا ثائرين على أبي بكر، لا يريدون أن ينقادوا لحاكم واحد في الدولة الإسلامية، يريدون يرجعون قبائل كما كانت، كل قبيلة تحتكم إلى شيخها ولا ينقادون لدولة واحدة. هو تمرد سياسي وليس تمردا أو ليس ردة عقدية، هكذا قالوا. هذا كلام غير صحيح، لأنه صعب الفصل بين السياسي والديني في الإسلام، يعني السياسة جزء من الإسلام، فقضية أن نفصل بين الممارسة السياسية وبين المعتقدات الدينية أو بين الدين ذاته قضية غاية في الصعوبة. ثم إني الذين أنكروا الزكاة أو رفضوا دفع الزكاة للخليفة لم يكونوا كلهم منقادين للإسلام، بل كثير منهم أنكروا الزكاة اختبارا للخليفة لقوة الخلافة، قالوا ننكر الزكاة اليوم فإذا سكتت الخلافة ومضى الأمر ننكر الصلاة بعد ذلك وننقض الإسلام عروة عروة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة عروة، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. فالمرتدون ينقسمون إلى أنواع، منهم من ارتد ردة واضحة وادعى النبوة وقال إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن آخر الأنبياء، فكفروا بالقرآن الذي نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ولكن رسول الله هو خاتم النبيين، وادعوا أن هناك قرآنا أو أن هناك رسالة غير الإسلام، وبالتالي خرجوا من رفقة الإسلام تماما عقديا، هذا ليس هناك خلاف عليه. المرتدون الذين ادعوا النبوة ليس هناك خلاف على أنهم كفروا بالإسلام. وهناك من منعوا الزكاة فقط، لكن حين نتأمل الخريطة الجغرافية لحركة الردة سنجد أن ادعاء النبوة كان غالبا في الأماكن البعيدة عن المدينة، في الأطراف أطراف الدولة، في اليمن جنوبا حيث الأسود العنسي، وفي اليمامة في شرق الدولة بعيدا حيث مسيلم الكذاب، وفي تغلب في العراق حيث سجاح المتنبئة. بقيت نبوة طليحة بن خوالد في بني أسد قريب من المدينة فقط، لكن معظم حركات المتنبئين في البحرين مثلا حركة دتاج لقيط، فالمتنبئون غالبا الذين دعوا النبوة كانوا في أطراف الدولة، يظنون أنهم بعيدون عن سلطة الخلافة وبالتالي لا يستطيع الخليفة الوصول إليه، فاشترأوا الخليفة لنصر إلينا، الدولة ضعيفة، فتجرؤوا وأعلنوا الردة وأعلنوا دعاء النبوة. لكن القريبين من المدينة لم تكن عندهم هذه الجرأة، كيف نتجرأ ونعلن النبوة ونحن يعني على مرمى حجر من المدينة؟ يكفينا إنكار الزكاة، يكفينا الخروج من السلطة السياسية للدولة فننكر الزكاة، لأننا ننكر أن ننقاد لأبي بكر، أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، لماذا نطيع أبا بكر؟ نحن أطعنا النبي بحكم أنه نبي، فلماذا نطيع أبا بكر ونعطيه الزكاة؟ والزكاة فسروها على أنها يعني ضريبة مالية، لماذا ندفع ضريبة لقريش؟ لماذا ندفع ضريبة لأبي بكر؟ لماذا ندفع ضريبة لحكم المدينة ولحكم قريش في المدينة؟ نحن قبيلة وقريش قبيلة، وبالتالي منعوا الزكاة من هذا الباب. فإذا كان الموضوع موضوع حساب القوة وليس موضوع تحرج عقدي، موضوع حساب القوة بمعنى أن البعيدين عن المدينة قالوا أنه لن يصل إلينا جيش أبي بكر بعيد، فنعلنها صراحة أننا لا نؤمن بالإسلام أو أننا عندنا نبي كما عنده نبي.
القريبين من المدينة قالوا لا لا نستطيع أن نواجه جيش المسلمين، هو قريب جدا منا، فيكفينا أن نخرج سياسيا من الدولة. أبو بكر وقف ضد الأمرين لأنه يدرك أننا لو فرطنا في الوحدة السياسية للدولة سنفرط في الوحدة العقدية للدولة. ولذلك واجه مانع الزكاة قبل أن يواجه المتنبئين، لأن مانع الزكاة كانوا قريبين جدا من المدينة، خطر قريب من المدينة. ثم إن أبو بكر لم يبادر بإرسال الجيوش لمانع الزكاة، وإنما هم الذين هاجموا المدينة، فكان أبو بكر في موقف الدفاع فأرسل إليهم الجيوش فقمعته، واتجه بعد ذلك لتسيير 11 جيشا، واجهوا حركة الردة من متنبئين ومدعين للنبوة، وعفوا من متنبئين ووثنيين، كان هناك وثنيون لم يدخلوا الإسلام بعد، فشاركوا هؤلاء المتنبئين أو أعلنوا الثورة في أماكنه. هذه شبهة تثار حول خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وردها على هذا النحو. صحيح أن لا نقول أن المتنبئين جميعا كانوا يعني ينكرون النبوة أو كانوا كفارا بالعقيدة، لا نقول ذلك، إنما كثير منهم كانوا كذلك ممن كفروا عقديا، والآخرون كانوا ممن ارتدوا سياسيا وأرادوا الخروج سياسيا من وحدة الدولة، ويجب على الحاكم المسلم أن يدافع عن وحدة الدولة الإسلامية وعن إمامته، لأنه هذا خروج على الحاكم المسلم، خروج غير مبرر بالمرة، خروج على وحدة الدولة الإسلامية، فينبغي أن تواجه هذه الحركات الخارجة عن وحدة الدولة الإسلامية من منطق سياسي أو من منطق عقدي. هذا أثير على خلافة أبو بكر، وهناك شبهات أثيرت على خلافة عمر رضي الله عنه، منها ما أثير حول الفتوحات الإسلامية نفسها في خلافة عمر، وحول أن عمر لم يكن جديرا بالخلافة، وأنه انتزعها من آل البيت، وأنه اعتدى على فاطمة كما يقول الشيعة، وأنه كسر ضلعها، يعني هذه كلها روايات لا خطام لها، لا أصل لها، لا سند لها، روايات لقيطة لا نستطيع أن نجد لها سندا صحيحا أو صالحا. حكاية أنه اعتدى على إذا كان اعتدى على فاطمة وكسر ضلعها فأين كان زوجها؟ الرواية تقول عليه كان مختبئا في البيت، فهل يجوز أن ينسب إلى علي هذا الجبن والهلع أنه يترك امرأته ويعتدى عليها وهو مختبئ في البيت وعلي هو فارس الإسلام؟ هذا لا يكون، المنطق يرفضه والدين يرفضه ومروءة عمر ترفضه وحب عمر وأبي بكر لآل البيت ترفضه، يرفضه، لأن عمر بعد ذلك لما وزع عمل ديوان الجند ووزع الأموال على المجاهدين وعلى المسلمين، من الذي أعطى أعلى الأنصبة؟ أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين، حتى الحسن والحسين أخذ جعلا ماليا راتبا أكثر مما أخذه عبد الله بن عمر، واحتج عبد الله بن عمر أو يعني أبدى شيئا من يعني من الاستفهام والاستغراب، تعطي الحسن أكثر مني وأنا يعني أسبق منه إسلاما، أنا يعني الحسن ولد في الإسلام لكن أنا أسلمت منذ مكة، فقال كان الحسن أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، يعني الحسن كان أحب للنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الحسن باعتبار ابن بنته أكثر منك يا عبد الله بن عمر، وكان يحب علي بن أبي طالب أكثر مما يحب عمر بن الخطاب، فلذلك فضله. إذن محبة عمر لآل البيت وحرصه عليهم فوق الشبهات، وعمر كان أكثر الناس مشورة لأصحابه، وكان أكثر من يشاورهم علي بن أبي طالب، وأخذ برأيه في حالات كثيرة جدا. فمن أين أتوا بهذه الافتراءات على عمر رضي الله عنه؟ مما أثير حول خلافة عمر أيضا أنه الفتوحات الإسلامية كانت في بعض معطياتها وراءها دافع اقتصادي، لأنها كانت لجمع المال
أنها كانت لاكتساب المجد العسكري، أنها كانت لكذا، ولم تكن خالصة في إسلاميتها. وهذا أيضا كلام لا ينهض للبحث العلمي. لم يقل أحد أبدا إني الدافع العقدي كان الدافع الوحيد للفتوحات. من قال هذا؟ كان الدافع الأغلب للفتوحات، الدافع الأبرز للفتوحات. لكن الفتوحات لا تشارك فيها ألوف الناس أو عشرات الألوف من الناس. هل نستطيع أن نقول أن كل واحد منهم كان الدافع الإيماني هو الدافع الوحيد لجهاده؟ بعضهم كان يعني تختلط عليه الأمور حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اختلاط الدوافع هذا شيء مبرر جدا وطبيعي جدا. لا نستطيع أن نقول أنه 100% كان المحرك الأول للجهاد هو الإيمان وصفاء العقيدة والرغبة في نشر الإسلام وهكذا. لا نستطيع أن نقول هذا. بعض الناس كان عندهم يعني دوافع اقتصادية. ثم أن الدافع الاقتصادي نفسه، تعالى لو حللناه، ماذا يعني الدافع الاقتصادي؟ يعني أننا فقراء نريد أن نهاجم الأماكن الغنية حتى نستفيد من ثرواتها؟ وماذا في ذلك؟ إذا كان الأماكن الغنية هذه كافرة بالله وبأنعمه، إذا كان الأماكن الغنية هذه تحاد الله ورسوله، هل نتركها على غناها ونظر نحن في شطاف العيش والفقر؟ أي منطق هذا؟ نحن حين ندافع عن، حين نحاول نشر الإسلام ونحاول الدخول في هذه الأماكن الغنية، ليس من أجل مالها، وإنما من أجل إيصال كلمة الله عز وجل إلى هذه الأماكن. فإن كانوا أغنياء فنحن لا نأخذ أموالهم بغير حق. ماذا نأخذ من الأماكن المفتوحة؟ إنما نأخذ الجزية، والجزية حين ننظر إليها سنجدها أقل بكثير من الزكاة التي يدفعها المسلم، من الزكاة التي يدفعها المسلم. فإذا الدافع الاقتصادي حتى إن سلمنا بوجوده لا يعد دافعا قويا لهذه الحركة الهائجة التي ضمت بلاد الفرس ومعظم بلاد الروم للدولة الإسلامية. طيب إذا سلمنا بهذا، فهم يقولون الدافع العقدي أيضا للفتوحات الإسلامية دافع فيه شبهة. كيف يعني؟ أنتم تريدون فرض الإسلام على الآخرين، تريدون نشر الإسلام بالقوة. نقول هل حدث في الفتوحات الإسلامية أن قهرنا الناس لتغيير دينهم؟ الله تعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهل رأينا في الفتوحات الإسلامية شعبا يكره على الدخول في الإسلام؟ لم يحدث هذا، لم يحدث هذا. الغرض من نشر الإسلام أو الفتوحات الإسلامية لم يكن إجبار الناس على الإسلام، لأن هذا أصلا لا يجوز في الإسلام. لا يجوز في دين الله عز وجل أن نكره الناس على الإسلام. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، لا نكره الناس، لا نكره أحدا على الإسلام. وإن أكرهنا أحدا على الإسلام فإسلامه لا يصح. يمين المكره لا يصح، وإسلام المكره على الدخول في الإسلام بغير اعتقاد وهو يأنف من هذا الدين ويرفضه لا يصح. إذن ما يعني ماذا يعني أن نفتح هذه البلاد؟ ما الهدف من فتح هذه إذا لم يكن إدخال الناس في الإسلام، وإذا لم يكن نشر دين الله عز وجل؟ الهدف هو إزالة الأنظمة الحاكمة التي تحول بين الناس وبين معرفة الإسلام. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إلى كسرى وقيصر يدعوهم الإسلام، ماذا حدث؟ كسرى مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالقبض عليه، أليس كذلك؟ بلى. وقيصر رفض رسالة الإسلام، ولا كنت أظن أن النبي سيكون من 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 مننا يعني من بني إسرائيل أو من عندنا يعني من نصارى يعني، ورفض الإسلام. وحين يرفض كسرى معناها أن تحجب
الدعوة عن الفرس. ما في نت، ما في ساتلايت، ما في وسائل تواصل اجتماعي حتى نستطيع أن نوصل الدعوة إلى الناس. حين يرفض الحاكم معناها أنه لا يستطيع أحد أن يدخل إلى هذه البلاد ويدعو الإسلام فيها. الأمر ليس كالآن، ليس مثل الآن. الآن يستطيع المسلم أن يسافر إلى أي مكان، ويستطيع الكافر أن يسافر في أي مكان، وأنا أدعو إلى معتقده. يستطيع أن يوصل رسالته وفهمه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال وسائل الاتصال العادية، الهاتف أو التلفزيون أو يعني إلى آخره. قديما ما كان ذلك موجودا. الموجود هو أن تفتح البلاد من أجل أن يصل الرسل إلى هذه الأماكن ويدعون إلى الإسلام فيها. فإذا منع الحاكم ذلك لا نستطيع أن نرسل أحد إليه. وبالتالي كان كانت الطريقة الوحيدة لإيصال دعوة الإسلام إلى هذه الأماكن هي تحطيم هذه الأنظمة المستبدة التي تمنع الناس من حرية التدين. فإذا زالت هذه الأنظمة تعرف الناس على الإسلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك لما فتح المسلمون بلاد الفرس والروم لم يجبروا أحدا على الدخول في الإسلام، إنما دعوا الناس الإسلام، فأسلم كثيرون وأسلموا على مهل. الإسلام لم يصبح المسلمون لم يصبحوا أغلبية في مصر مثلا إلا بعد حوالي 300 سنة أو 400 سنة من دخول الإسلام في مصر. يعني ظل الإسلام عدة مئات من السنين حتى أصبح هو الأغلبية في بلاد الفرس، هو الأغلبية في بلاد الروم، والأغلبية عشرات السنين ومئات السنين أحيانا. في بلاد الأتراك كان انتشار الإسلام بطيئا، وفي شرق خراسان وبلاد الفرس وفي البلاد العتيقة في الدين مثل مصر كان انتشار الإسلام بطيئا. لكن من يسلم لا يرتد، لأنه يسلم عن اعتقاد. وهناك طرق كثيرة حدثت وسهلت انتشار الإسلام، منها الدعاء، منها العلماء، ومنها الأسرى في الجيوش. كنا نأسر مئات الناس فيتعرفون على الإسلام من خلال معيشة الأسر. كنا نصهر ونتزوج منهم وتزوجوا منا، يعني المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية. فكانت التصاهر هذا كان وسيلة للتعرف على الإسلام. حين أتزوج امرأة على غير الإسلام فإنها تعرف على الإسلام وأهلها يتعرفون على الإسلام، فكان هذه وسيلة مهمة جدا لإنشاء المدن الجديدة وتعريب الدواوين وتعريب النظام الإداري في الدولة. كان وسيلة، من يريد أن توظف في الدولة لابد أن يتعرف على اللغة العربية، ولابد فالناس تعرفوا على اللغة العربية فدخلوا في الإسلام. وبعد جيل أو جيلين أصبح هؤلاء علماء في الإسلام. وقد رأينا يعني أن معظم رجال الحديث الكبار لم يكونوا عربا في الأصل، يعني لا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا أبو داود ولا لم يكونوا ولا ابن ماجه لم يكونوا عربا في الأصل، في الغالب يعني لم يكونوا عربا، إنما كانوا من الموالي من أهل البلاد المفتوحة، دخلوا في الإسلام وأصبحوا أئمة في الدين. لم يكن الطبري من العرب، ولم يكن ابن خلدون في الغالب يعني في القول الصحيح أنه لم يكن من العرب. وهؤلاء الذين العلماء الأفذاذ الذين ظهروا في الأندلس كثير منهم لم يكونوا عربا، والذين ظهروا في بلاد الترك كثير منهم لم يكونوا عربا، والذين ظهروا في بلاد الفرس لم يكونوا عربا، وهكذا. السلاجقة لم يكونوا عربا، وهم الذين حملوا الإسلام إلى آسيا الصغرى، وهم الذين أنشأوا تركيا المعاصر الآن أو الدولة العثمانية. فلما وصل العثمانيون آل عثمان إلى بلاد السلاجقة وتمددوا انتشر الإسلام في هذه الأماكن، وانتشرت اللغات العربية والإسلامية، اللغة الفارسية واللغة التركية واللغة العربية انتشرت في هذه الأماكن بفعل حركة الإسلام فيها. إذا الإسلام لم ينتشر بالقوة، الإسلام انتشر بالدعوة. لكن ما كان له أن ينتشر بالدعوة إلا إذا فتح الطريق سياسيا. وفتح الطريق سياسيا معناها أنه يحدث جهات يزيل الأنظمة التي تحول بين الإسلام وبين الناس. حين تزول هذه الحواجز وتتكسر هذه الموانع، حينها يتفاعل الناس مع الإسلام تفاعلا حرا، يسلمون أو لا يسلمون هذا شأنهم، لا نجبر أحدا على الدخول في الدين. فهذا أيضا من الشبهات التي أثيرت حول الفتوحات الإسلامية وحول أن عمر بن الخطاب يعني فتح بلاد الكسرى وحارب هذه الجيوش كلها وأدخلهم في الإسلام، لم يجبر أحد على الدخول في الإسلام.
هذا هذه الشبهات التي صارت حول خلافة أبي بكر وحول خلافة عمر يعني لا تقاس بالنسبة للفتوحات، بالنسبة للشبهات التي أثيرت حول خلافة عثمان وعلي، كما سنأتي إليها مفصلة إن شاء الله لما نتحدث عن الشبهات حول خلافة أبي بكر وعمر. إذن هذه التطوافة السريعة، هذه الإطلالة على الشبهات حول تاريخ أو عصر الخلفاء الراشدين، الغرض منها رد هذه الشبهات التي استهدفت تقليل فترة الوضاءة والنورانية والأسوة في عصر الخلفاء الراشدين لتصبح خاصة بخلافة أبي بكر وعمر دون عثمان وعلي، ثم أثيرت شبهات حول أبي بكر وعمر أيضا حتى يعني لا يصبح لنا من نعتد به ومن نتأسى به ومن نقتدي به، وهذا خطير جدا. الأمم التي لا تاريخ لها تدعي أن لها تاريخا وتستلب تاريخا قريبا منها حتى يكون تاريخها. أمريكا التي عمرها يتجاوز 200 وبعض سنوات لو يدرسون لأبنائهم تاريخ أوروبا، رغم أن أمريكا غير أوروبا، أمريكا تاريخها تاريخ الهنود الحمر، لكنهم يدرسون تاريخ الأوروبا على تاريخ أسلافهم من الأوروبيين. الأمة التي لا تاريخ لا تدعي لها تاريخا، لأن التاريخ مهم جدا في التربية، مهم جدا في تغيير السلوكيات، مهم جدا في إيجاد النماذج الجيدة التي يتأسى بها الشباب ويقتدي بها الناس سواء كرجالا أم كنا نساء. فالتاريخ مهم أنه الأمة ترى أن لها جذورا، أنها ليست أمة لقيطة وجدت بالصدفة، وإنما هي أمة لها جذور تمتد إلى أعماق سحيقة من الزمن، وبالتالي يصبح اقتلاع هذه الأمة من جذورها صعبا وعسيرا، لأن يدرك أبناء هذه الأمة أن لهم تاريخا مجيدا مليئا بالعبر ومليئا بالعظات ومليئا بالأسوات والقدوات ومليئا بالمنجزات التي قدمها تاريخهم للعالم، سواء كان منجزات سياسية أو إدارية أو حضارية إلى آخره. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله الجزء الثاني من المحاضرة نتناول فيه الشبهات حول خلافة عثمان رضي الله عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل ما بدأنا فيه، والموضوع في هذه المحاضرة عن الشبهات حول خلافة عثمان رضي الله عنه. لكن قبل أن نبدأ، بس سؤال كان حصل من أخونا الكريم بيسأل يعني اللي حصل مع سيدة فاطمة أو ما يقول الشيعة، يعني رواية الشيعة عن أني كسر ضلع فاطمة، هذا متى كان؟ لم يكن في خلافة عمر، وإنما كان في بواكير خلافة أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بويع أبو بكر، فالرواية الشيعية تقول أنه امتنع علي عن البيعة فأرادوا إجباره على البيعة، فذهبوا إلى بيته ليكرهوا على البيعة، فتصدت لهم فاطمة فحصل كسر الباب والباب سقط على ضلعها فأصيبت على هذه الرواية، وهي رواية غير صحيحة لأنه لا يوجد لها لا سند، ثم إن متنها أيضا يعني لا ينهض أبدا، لأنه لا يمكن يكون عليه في الداخل ويعني تصاب امرأته وساكت، ولا يمكن إنه أبو بكر وعمر يرضيان أبدا بالعنف مع بضعة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة فاطمة، ويعني يهملان خاطر أبيها ومكانة أبيها فيها صلى الله عليه وسلم، وهذا يتناقض أيضا مع مكانة فاطمة ومكانة آل البيت عامة عند الخليفتين أبي بكر وعمر وإجلالهما لمكانة آل البيت. نبدأ الآن في الكلام عن خلافة عثمان رضي الله عنه وما أثير حول هذه الخلافة وأسباب الثورة على الخليفة. في الحقيقة إذا أردنا أن نبحث في أسباب الثورة على عثمان، ينبغي أن نبدأ بجذور هذه التناقضات والخلافات في خلافة عمر رضي الله عنه، في خلافة عمر وفي أخريات خلافة عمر رضي الله عنه.
الثورة على عثمان لم تبدأ أسبابها في خلافة عثمان، وإنما أسبابها تمتد جذورها إلى خلافة عمر رضي الله عنه. هناك أسباب كامنة غير واضحة ينبغي أن نستكشفها أدت إلى ما أدت إليه من أحداث. أول هذه الأسباب هو عظم مكانة عمر رضي الله عنه. أي حد، أي أحد يأتي بعد عمر لابد أن يكون أقل مكانة منه في نظر الناس. عمر شخصية استثنائية لا تتكرر كثيرا في التاريخ. مثل هذه الشخصيات الاستثنائية التي تأتي على قدر والتي لا تتكرر كثيرا، تمر كالشهاب الخاطف في زمنها، تترك فراغا كبيرا بعد رحيلها. فالناس يتساءلون من الذي جاء بعد عمر؟ أي أحد جاء بعد عمر لن يكون في مكانة عمر، لن يكون في عبقرية عمر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية التي رآها أنه يمتاح من دلو، يعني يأخذ الماء من دلو من بئر في دلو بدلو، يأخذ الماء بدلو من البئر، فأخذ الدلو أبو بكر فنزع ما شاء الله أن ينزع، وفي نزعه ضعف، لأنه خلافة أبو بكر كانت خلافة مدتها صغيرة حوالي سنتين. ثم أمسك ثم أخذ الدلو عمر بن الخطاب فسقى الناس منه بعطن، يعني لما أخذ الدلو يسقي الناس ويسقي الإبل شربوا حتى يعني شبعوا. ويبرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يقول فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني لم أرى أحدا في عبقرية عمر يصنع مثل صنيع عمر. فإذا كانت هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أنه عبقري متفرد، فما بالنا بالناس الذين عاشوا خلافة عمر ورأوا شدة عمر على نفسه، شدة عمر على أهله، إعطاؤه المثل والقدوة في كل خطوة من خطواته، شدة محاسبته لنفسه، حرصه على العدل وعلى ميزان العدل ألا يختل لحظة في يده، خوفه على الرعية، لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسأل عنها عمر بن الخطاب لما لم تمهد لها الطريق، خشيته من محاسبة ربي حتى يعني كان تحت عينه مثل الشراك من كثرة بكائه من خشية الله. مكانة عمر مكانة عالية جدا، فأي واحد يأتي بعد عمر لابد سيكون أقل منه، ولابد أن الناس سينظرون إليه يعني أين أنت من عمر. فإذا عرفنا أن الذي جاء بعد عمر هو عثمان، وعمر وقت ما تولى الخلافة يعني كان وظل حاكما 10 سنوات وتوفي عنده 63 سنة، يعني كان وقتها عنده 53 سنة، يعني كان في سن قوية، في سن يعني تسمح له بتحمل الصعاب ومجالدة الأعداء بنفسه وتولى الأمور بنفسه. لكن عثمان كان شيخا لما تولى الخلافة، كان ربما تجاوز 70. عثمان على إحدى بعض الروايات أنه لما استشهد لما قتل يعني كان في 80 من عمره، أو بعض 82 من عمره. فعثمان كان شيخا وكان رجلا موسرا شديد الثراء، كان من خزائن الله في الأرض، وهو الذي جهز جيش العسرة، جيش معركة تبوك، جهزه من ماله وأنفق نفقة هائلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فعثمان كان غنيا جدا بعكس عمر، عمر لم يكن غنيا، كان مستور الحال، يلبس ثوبه المرقوع ويمشي في الناس كأقلهم شأنا. فلكن عثمان لم يكن كذلك، عثمان كان يشد أسنانه بالذهب، كان رجلا لا يعني لا يستنكر أن يتنعم بما أحله الله، عنده مال، عنده ثروات هائلة جدا، وتعود على نمط معين من الحياة لا يستطيع أن يغيره بسهولة، ولا يجد في ذلك ما يشين.
لا يجد عيبا في انه يستمتع بمتاع الحياه الذي احله الله. قل من حرم على زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، فهو لا يرى حرجا في هذا. بعض الاتقياء من الناس لا يعجبهم هذا المسلك، يريدون خليفه دائما يكون على النهج الاشد، ويقارنون بعمر، عمر كان يلبس الثوب المرقوع، عمر كان ينام تحت ظل شجرة، عمر يؤثر حصير في جنبه، عمر كذا عمر كذا. هذه المقارنات لم تكن في صالح الخليفة الجديد. عمر كان خطيبا مفوها، عثمان لم يكن بهذه الدرجة. عثمان لما تولى الخلافة ارتج عليه يعني تلعثم في الكلام في أول خلافته، لأنه لم يكن يتوقع أن يكون خليفة. يعني كان يظن أن ستؤول خلافة إلى علي بن أبي طالب أو إلى أحد غيره، لم يكن يظن أنه سيكون خليفة. فلما نادى عليه عبد الرحمن بن عوف ليبايعه بالخلافة ارتج عليه. ففي فروق في الطباع. عمر كان شديدا جدا على نفسه وعلى الناس. عمر كان يأخذ بحلاقيم قريش كما تقول الرواية، يعني شديد جدا على قريش، إنه يطالبهم بالمثال، بإعطاء الناس المثال الأعلى، بإعطاء الناس القدوة الصالحة في الزهد وفي ترك الدنيا. عثمان لم يكن كذلك. عثمان كان يريد أن يعني يأخذ من الحياة ما حل له، والناس يتمتعون بالحياة ما حل لهم. الله سبحانه وتعالى أنعم نعم كبيرة جدا، فتحت بلاد الفرس والروم، انثالت الأموال على الرعية، فلماذا لا يستفيد الناس من هذه الثروات؟ كثر المال، كثرت التجارة، يعني التجارة أصبحت عالمية في الدول الإسلامية، بنيت القصور، بنيت البيوت العالية، الناس تنعموا في خلافة عثمان بما لم يتنعموا به في خلافة عمر. الزهاد والأتقياء ما كان يعجبهم هذا، كانوا يريدون أن يظل نسق عمر ماضيا أبد الدهر، يظل الناس في زهادتهم، يظل الناس في ترفعهم عن الدنيا، يظل الناس في حرصهم على النسق الإيماني الأعلى. لا ننزل لا نسفل، إنما نظل دائما في رقي وفي تصاعد كما كان عمر يريدهم دائما. ففي خلاف في الطباع. لذلك أول ما ننظر في المشاكل التي حدثت بعد ذلك سنرى هذا الانقسام بين الرعية، إن بعض الرعية ترى إنه هذا مسلك طبيعي، إن الناس تتلعن بحياتها ولا شيء فيه. الإسلام كما إنه في جهد في تنعم بالحياة، الإسلام كما إنه في شدة في لين ورفق، لا شيء في هذا، هذه خلافة طبيعية بين الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل هذه الاختلافات في طبيعة أصحابه. كان عنده خالد وكان عنده أبو ذر، كان عنده أبو بكر وكان عنده عمر، كان عنده عبد الرحمن بن عوف وعثمان وسعد بن أبي وقاص من خزائن الله في الأرض، وكان عنده أبو هريرة وفقراء الصحابة من أصحاب الصفة، كان عنده هذا وذاك. والدولة الإسلامية كدولة لابد أن تستوعب جميع الكفاءات، جميع الطباع. هذه ليست دولة الزهاد فقط، إنما هذه دولة الجميع. فكان هذا من الأسباب. أيضا الأسباب السياسية، أسباب شخصية يعني، لكن الأسباب السياسية أيضا تعود جذورها إلى خلافة عمر رضي الله عنه. عمر لما وزع الأموال بعدما فتحت البلاد وأصبح فيه مال كثير جدا، وجاءه 800 ألف في يوم واحد من البحرين، فتحير ماذا نفعل بهذه الأموال؟ أعدها لكم عدنا؟ أكيلها لكم كيلا؟ قالوا يا أمير المؤمنين نخاف إن فعلت ذلك أن ينتشر الأمر، لا نعرف من أخذ ومن لم يأخذ، لكن دول للناس ديوانا وجند للناس جندا. وأخذوا هذه الفكرة من بلاد الفرس أو من بلاد الروم على اختلاف الروايات، ما في مشكلة، الحكمة ضالت المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس به. هذا نظام سياسي جيد، كان يأخذ به الفرس أو يأخذ به الروم، ونستطيع أن نأخذ به ولا يتعارض مع الإسلام، لماذا لا نستفيد منه؟ فأخذوا وطبقوه في الدولة الإسلامية، نعمل ديوان سميه ديوان الجند أو سميه ديوان الخراج أو سميه ديوان الجند، معناها أن كل الأمة الإسلامية كانت أمة مجاهدة، كل المسلمين كانوا في أعضاء في الجيش الإسلامي، فنقيد أسماء الرجال جميعا وأسرهم، ونجعل لكل منهم مرتبا ماليا من الدولة. لا نقول المرتب سيكفي الناس جميعا أو سيغني الناس عن العمل، لكن سيكون عونا لهم في الحياة. وبعض المرتبات كانت كبيرة جدا تغنيهم فعلا عن العمل، وبعضهم فعلا من الآثار الجانبية لهذا الأمر التبطل والتعطل الذي أصاب بعض الناس. سنرى هذا فيما بعد. طيب سنعطي المال على أي أساس؟
عمر سأل الناس كيف سنوزع هذه الأموال، من اللجنة التي كلفت بكتابة هذا الديوان، هذه الملفات يعني، بدأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسرته. النبي صلى الله عليه وسلم كان توفي، بدأوا بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم، بآل بيته صلى الله عليه وسلم، ثم بدأوا بآل بيت أبي بكر، ثم بآل بيت عمر، أو بعمر وآل عمر. فلما نظر عمر إلى ذلك قال: وددت والله أنها كانت هكذا، لكن لا يصح هذا، بل ابدأوا بآل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأقرب فالأقرب، واجعلوا عمر حيث جعله الله، من بني عدي في قصيدة قريش. إذن كان المعيار الأول لتوزيع المال هو القرب، القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بنو هاشم أعلى الناس أنصبة. هذا رد كافي جدا لمن يقولون إن عمر كان يأخذ موقفا سلبيا من آل البيت. عمر جعل آل البيت أعلى الناس أنصبة في الدولة الإسلامية. ثم المعيار الثاني قال: أسبق الناس إسلاما، لا أجعل من حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن والى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا سأوزع حسب الأسبقية الإسلام. من أسبق سبق الإسلام أولا، السابقون الإسلام أولا يأخذون أعلى الأنصبة. فكان هناك معياران لتوزيع الأموال، الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم والأسبق إلى الإسلام. هذا كلام رائع جدا بالنسبة لعصر عمر. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أن انتشر الإسلام في العالم، وأن القبائل التي كانت متأخرة جدا في الإسلام والتي ارتد كثير منها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي عماد حركة الفتح بعد ذلك. يعني الجيش الإسلامي اللي يكون من عشرات الألوف، من كان وقوده، من كان جنوده؟ معظمهم من القبائل العربية الموجودة. هذه القبائل أسلمت متأخرا، قريش القادة، لكن ليس كل الجيش، وليس غالبية الجيش، وليس معظم الجيش، هم قلة في الجيش، هم الرؤوس، لكن بقية الجيش من القبائل. هذه القبائل تأخذ أقل أنصبة. فإذا قريش أصبحت تمتلك الثروة والسلطة، السلطة لأن الأئمة من قريش، الخلفاء كلهم من قريش صحيح، وكثير من الولاة من قريش، وكثير من قادة الجيش من قريش، ومجلس الشورى من السابقين الإسلام يعني من قريش أيضا. هذا شيء لا ينكره السابقون الإسلام، بالعكس السابقون الإسلام يقولون يعني ماذا يضيرنا أن أهل بيت النبي سيكونوا هم الأفضل، يعني ماذا يضيرنا السابقين الإسلام، يعني الناس ضحوا من أجل الإسلام. لكن هؤلاء الناس بمضي الزمن أصبحوا قلة، وأصبحت القبائل التي كانت مرتدة ثم دخلت في الإسلام، واضطر عمر رضي الله عنه أن يجعلها في الجيش الإسلامي. أبو بكر ما كان يجعلها في الجيش الإسلامي، وفي أخريات حياته يعني ما كان يؤمرهم على الناس، وعمر في بداية خلافاته أيضا ما كان يؤمرهم على الناس، كان يجعلهم جنودا لكن ليسوا قادة أبدا. بعد فترة اضطر عمر إلى إشراكهم بكثافة في الجيش، الجبهات مفتوحة، الجبهات مفتوحة تحتاج رجالا، فعمر أدخلهم فأصبحوا وقود حركة الفتح، ونظروا فإذا الغنائم الهائلة التي تأتي هم السبب فيها، هم الذين فتحوا البلاد، هم الذين جلبوا الغنائم. فإذا بالغنائم توزع على من؟ على قريش. فالنظام الذي جعله عمر وكان يراه صالحا في عصره كان ينبغي أن يتطور. عمر نفسه أدرك هذا في أخريات حياته، قال: إن عشت إلى قادم، يعني لو أنا عشت للسنة القادمة، لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يصبحوا سواء، كل الناس تأخذ مرتبات مثل بعض. لكن عمر مات وظل النظام كما هو، لم يغيره عثمان رضي الله عنه. عمر عثمان تولى الخلافة على أساس أن يسير على هدي أبي بكر وعمر، فلم يغير هذا النظام، والقبائل بدأت تشعر بدورها ولم تستوعب هذه القبائل، وبالتالي حسدت هذه القبائل قريشا، حسدت قريشا، قالت: نحن نأتي بالمال وقريش تأخذ المال، هذا المال نحن أين حظنا من إدارة الدولة؟ أين حظنا؟
أين رجال القبائل؟ أين زعماء القبائل في إدارة الدولة؟ لا يوجدون، بينما معظم رؤوس الدولة من قريش. فنحن نعاني التهميش، نحن على هامش الدولة، بينما نحن صناع التاريخ في الدولة، أكثر الناس فعالية سياسية في الدولة من حيث الجندية والفتح، لكن الأنصبة والسلطة والثروة تصب في قريش. هذا عامل مهم جدا لم يقصده عمر. عمر كان يريد تغيير هذا النظام في أخريات حياته، لكنه لم يتغير، وبالتالي ورث عثمان عبء هذا النظام. الست سنوات الأولى في خلافة عثمان لم ينكر أحد عليه شيئا، كان يسير في الناس سيرا حسنا ما ينقضه أحد، بالعكس رؤية الحسن البصري كان الأموال تنسال على الأمة والناس في بحبوحة من العيش وفي رغد وفي تحاب وفي تآلف. ست سنوات الأولى، ست سنوات التالية بدأت التغيرات الاجتماعية هذه تظهر، تأثير التغير الاجتماعي هذا يظهر. إذن السبب الأبرز هو أن النظام المالي سبب ثراء كبيرا لقريش وسلطة كبيرة لقريش، النظام السياسي أيضا، بينما همشت القبائل الفاعلة، وبعضها أكبر عددا من قريش وبعضها شديد عالي القيمة جدا، يعني قبيلة بنو تميم مثلا، رأت مسالمة الكذاب أحرجوا قريشا في أحرجوا خالد بن الوليد، جيش خالد بن الوليد في المعركة، ووقفوا صمدوا أمام جيش خالد وهي قبيلة واحدة. فإذا هذه القبائل قوة لا يستهان بها، فلما تغضب يحسب لغضبها حساب. الشيء الثاني في هذا الموضوع أن حركة الفتوحات الإسلامية كانت تستوعب فوران هذه القبائل، هذه القبائل قوة بشرية كبيرة جدا وطاقة عسكرية هائلة، فكان يدفع بهم الخليفة دائما في الفتوحات فينشغلون بالفتح. فلما قلت الفتوحات انصرفت طاقتهم العسكرية إلى داخل الدولة بعد ما كانت تنصرف إلى خارج الدولة. تفهمون؟ واضحة المسألة؟ الجيش الذي تحدث فيه المشاكل يعني تحدث فيه مشاكل، الجيش الذي لا يفتح يفتح، الجيش الذي لا يكون فعالا يكون مفعولا به ومفعولا فيه وخاضع للتأثيرات الداخلية، يعني قوته تنصرف إلى الداخل بدل ما تنصرف إلى الخارج. ظلت هذه المشكلة قائمة حتى خلافة الأمويين، لما جاء معاوية أدرك هذا، قال إني لا أجد دواء لدائكم أعظم من هذه الفتوح، ودش الفتوحات الإسلامية أطلقها مرة ثانية، فاستوعبت فوران القبائل العربية. طب لماذا قلت الفتوحات؟ هذا سؤال مهم. لماذا؟ لأن الحدود، حدود الدولة الإسلامية وصلت إلى حدود جغرافية و البحر نعم إلى حدود جغرافية وحدود إثنية، وحدود إثنية مهمة. كيف هذا؟ يعني كنا نتوسع في الغرب، في دولة الروم مثلا فتحت في خلافة عمر، فتحت بلاد الشام وفتحت مصر، وصلنا إلى إفريقيا في خلافة عثمان، وصلنا إلى إفريقيا، فتحت إفريقيا تونس. تونس ماذا بعد تونس؟ بعد تونس البربر، البربر قوة بدوية هائلة جدا، وتعضدها الروم في الساحل، هذه جبهة جديدة لو فتحناها لا نستطيع أن نعرف متى تنغلق. وبالفعل لما فتحت هذه جبهة البربر هذه ظلت الخلافة الإسلامية تعاني منها حوالي 60 سنة حتى استقر الفتح في شمال إفريقيا، حتى استقر الفتح حوالي 60 سنة منذ بدأ خلافة عثمان لغاية خلافة علي ثم خلافة الأمويين بعد ذلك، ونعرف عقبة بن نافع وزهير بن أبي سلمة لما استشهد، وجاء حسان بن نعمان ثم جاء موسى بن نصير، وجيوش عرمرم
تحاول فتح هذه البلاد، حتى لأن البربر قوة محاربة كبيرة جدا والروم كانوا يساعدونه. فتوقفت الفتوحات في هذه الجبهة. في جبهة الفرس فتحت بلاد فارس كلها، حتى أن آخر ملوك يزدجرد قتل في خلافة عثمان، فأصبحت بلاد الفرس خلاص انتهت. وقفنا عند حدود الترك الأتراك في بلاد وراء النهر، فتحت بعض بلاد الأكراد الأتراك في خلافة عثمان. لكن ماذا بعد ذلك؟ الصين تدخل على أمة جديدة وسلاسل جبلية عازلة، الهند والصين. الهند هذه لما فتحت الهند ظلت عقود من الزمن تفتح على يد محمود الغزنوي، الغزنوي يعني غزنوي متأخر، وكل هؤلاء حتى فتحوا الهند. فوقفت الجيوش الإسلامية عند حدود في شمال الدولة، وقفنا عند الجبال الفاصلة، جبال طروس الفاصلة بين الشام وآسيا الصغرى، تركيا الآن، المناطق الجبلية الوعرة اللي فيها الأكراد الآن وفيها الأرمن وفيها يعني مناطق صعبة جدا. فإذا كان هناك أسباب موضوعية لتقليل مسيرة الفتوحات الإسلامية. صحيح عثمان فتح جبهات جديدة مثل البحر، لما عمل أسطول إسلامي فتح صقلية، ولما عمل أسطول إسلامي معركة نعم فتح قبرص ومعركة ذات الصواري، ويعني نعم وصل إلى القسطنطينية. لا، ليس في خلافة عثمان، أسطول القسطنطينية كان في خلافة الأمويين، في خلافة الأمويين، في خلافة يزيد، في خلافة معاوية بن أبي سفيان، أخريات خلافة معاوية سنة 51-52. ففتح في البحر وأصبح عندنا أسطول إسلامي، لكن قارن هذا بالفتوحات في خلافة عمر. عمر كان ماشي ما شاء الله يعني تطوى له الأرض. فالقبائل التي كانت منشغلة في الفتوحات باستمرار أصبحت تعاني من التعطل والبطالة، وأصبحت قواها العسكرية تبحث عن منصرف تنصرف إليه، فوجدت في الفتنة زادا. طيب لماذا القبائل العربية صعب استيعابها بهذا الشكل؟ لأن طريقة بناء معسكرات والمدن التي استقرت فيها هذه الجيوش كان يساعدها على استمرار الروح القبلية. تعالوا نفهم هذه المدن. كيف بنيت الكوفة؟ بنيت في خلافة عمر، أظن حوالي 16 هجرية تقريبا أو 17 هجرية. في خلافة عمر، عمر لما أرسل جيوش لفتح فارس، عادت الجيوش أو عاد الرسل الذين جاءوا إلى عمر وجد ألوانهم شاحبة متغيرة، فسألهم ما السبب؟ قالوا نعيش في بلاد وبيئة جوها وخيم، جوها سيء، العرب في الصحراء لم يتعودوا على نعيش في بلاد زراعية جوها راكد، هواؤها راكد. فقال عمر إن العرب لا تصلح إلا على ما تصلح عليه إبلها، عيشوا في الصحراء يعني، فابنوا للناس بناء مدينة قرية معسكرا على أطراف الصحراء وأول السواد، السواد يعني عراق، فبنوا للناس البصرة والكوفة. طب القبائل التي سكنت الكوفة كيف وزعت عليها؟ القبائل سكنت، اختط الخليفة لهم خططا، فكل قبيلة اختارت خطة، خطة يعني مساحة زمنية، مساحة جغرافية، كل قبيلة اختارت خطة. فقبيلة بنو فلان راحوا في الجزء هذا يعني نصيبنا نعسكر فيه، وهذا نصيب قبيلة أخرى، فأصبحت الكوفة موزعة حسب القبائل، وكل قبيلة لها سوقها، لها مسجدها الخاص بها، لها جبانتها، مقبرتها الخاصة بها، يعني كأن القبيلة انتقلت إلى بدل ما كانت تعيش في خيام أصبحت تعيش في بناء، وعملوا سور حولهم، كل قبيلة عملت سور حولها، وبالتالي لم تشعر أبدا أنها تعيش في دولة أو تعيش في مدينة واحدة، أصبحت دولة صغيرة، أصبحت كانتونات، كل قبيلة يحكمها شيخها. صلتهم بالدولة المركزية من خلال تواصل الدولة مع شيخ القبيلة، شيخ القبيلة رئيس البلدية، وبالتالي أصبحت الروح القبلية قائمة.
ما في مشكله ان الروح القبريه تكون موجوده، ممكن توظيفه، وكانت موجوده في خلافه ابو بكر، وكانت موجوده في خلافه عمر. ويعني وتذكرون خالد بن الوليد لما قال الجيش امتازوا ايها الناس حتى نعرف من اي نقطه، كانت القبيله وحده اجتماعيه وحده عسكريه، ما في مشكله. لكن ان تصبح القبليه عائقا ضد الانسجام الاجتماعي في الدوله وضد الشعور بالانقياد لسلطه مركزيه واحده، اصبح خطرا جسيما. وهذا الذي كان. القبائل لما ثارت كان ثورتها خطيره، لانها تتحرك كوحده واحده، تتحرك كوحده واحده، تطالب كوحده واحده. تعالوا ايضا نشوف في مشكله اخرى، انه المفروض في اي دوله تكون العاصمه اقوى من الاطراف، في اي دوله يعني ايه العاصمه اقوى من الاطراف؟ يعني فيها الملاءه الاقتصاديه، فيها القوه الاقتصاديه، فيها الشركات، فيها المؤسسات، فيها الادارات، فيها قوه الجيش متمركزه اساسا فيها، فيها قوه الشرطه، القياده المركزيه هنا، في الكثافه السكانيه هنا في هذا المكان، في الفعاليات السياسيه والنخبه في المجتمع موجوده في العاصمه اكثر مما هي موجوده في بقيه البلاد. وكانت المدينه المنوره كذلك في خلافه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافه ابي بكر، وفي خلافه عمر. المدينه تقود الحراك السياسي والاجتماعي في الدولة الإسلامية. لكن بمضي الوقت أصبح مركز الثقل السياسي في الأطراف، في البصرة والكوفة، في الفسطاط في مصر، في دمشق في الشام. تفهمون؟ أصبحت هذه الأماكن أقوى من المدينة، أقوى من حيث الكثافة السكانية، السكان هناك، رؤوس الأموال هناك، تجار ذهبوا إلى هذه الأماكن حيث الكثافة السكانية، يبيعون ويشترون ويتاجرون، حيث البلاد الجديدة، الأسواق المفتوحة جديدا في بلاد الفرس وفي بلاد الروم وفي مصر، أسواق هائلة جدا، نتاجر ونزرع ونبيع محاصيلنا الزراعية، وهناك أيدي عاملة أرخص، وكل شيء موجود. لماذا لا ظل في صحراء المدينة المنورة وهي مكان محصور في بين الجبال، جبال الحارة الشرقية والحارة الغربية، وبين الصحراء هنا وهناك، وفي الجنوب مزارع وحصون اليهود قديما، ومكان يصلح لبداية دولة لكن لا يصلح لاستمرار في قيادة الدولة، تتغير بهذه السرعة. في دليل تاريخي؟ نعم، أعطيك دليل تاريخي دائما. لما تولى علي الخلافة رضي الله عنه، نقل الخلافة إلى أين؟ إلى الكوفة. فأمسك عبد الله بن سلام بخطام دابته وقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تترك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن تركتها لا تعود إليها أبدا. قال: يا ابن سلام، إن المال والرجال بالكوفة. وذهب إلى الكوفة. ما معنى إن المال والرجال بالكوفة؟ معناها هذا السلطة هناك، من القوة هناك. الذين ثاروا على عثمان من أين جاءوا؟ من مصر ومن الكوفة ومن البصرة، صح؟ من الأطراف. هذه أزمة كبيرة جدا، أزمة العلاقة بين القلب والأطراف. القلب لو لم يكن قويا لا يستطيع أن يضخ الدماء إلى المخ وإلى الأطراف. فعاصمة الدولة لو فقدت هيبتها وقوتها وديناميكيتها وقدرتها، لا تستطيع أن توزع أو أن تحكم موازين القوى في الأطراف. وهذا ما حدث، هذا ما حدث. إن أصبحت الكوفة والبصرة ودمشق ومصر أقوى بكثير من المدينة، والحجاز بشكل عام شهد تفريغا سكانيا. هذه الجيوش اللي فتحت البلاد من أين جاءت؟ من الجزيرة العربية. معنى كان الجزيرة العربية أطلقت قواها البشرية صوب المعسكرات الجديدة في العراق وفي الشام وفي مصر. يبقى الحجاز أصبحت فقيرة سكانيا،
وأثبت التاريخ ذلك. لما ثار عبد الله بن الزبير لما استطاع أن يحكم الدولة الإسلامية من الحجاز انهارت خلافته سريعا. لما ثار أهل المدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك قمعت ثورتهم سريعا. لم تستطع الحجاز أن تفرض رأيها في الدولة الأموية، ولم تستطع أن تقوم بالثورة العباسية. الثورة العباسية خمت في الأطراف، أطراف الأطراف. شوف قوة الدولة دائما تتمدد نحو الأطراف. ها يعني هذا جزء من أزمة الدولة الأموية، إن الأطراف أصبحت أقوى بعد فترة، إن خراسان أصبحت أقوى من الكوفة والبصرة، وأنها منسجمة سكانيا ومنسجمة جغرافيا ومن حيث قواها البشرية أكثر بكثير من التنازع بين العرب الموجود في البصرة والكوفة والشام. فهمتم؟ فهذا جزء من الأسباب التي أدت إلى الثورة على عثمان رضي الله عنه، إنه غضب القبائل التي أرادت أن تفسح مجالا لها في إدارة الدولة وفي مالية الدولة، فلم تجد السبيل ميسرة إلى هذا. وجدلية العلاقة بين القلب والأطراف في الدولة، وجدنا أن الأطراف أقوى من القلب، وأن النظام المالي كان ينبغي أن يتغير أيضا. من هذه الأسباب، أنا أثقلت عليكم، من هذه الأسباب أنه أي نظام سياسي لو لم ينسجم مع حركة المجتمع يتمزق. يعني عندي حراك اجتماعي وعندي حراك سياسي، لو إن الحراك السياسي بطيء أو متكلس ومتيبس والحراك الاجتماعي نشط ومتفجر وفعال، ماذا يحدث؟ ثورة. النظام السياسي سينفجر من داخله. هذا ما حدث. اشرح لنا دكتور. حاضر. النظام السياسي في خلافة أبي بكر وعمر قام على أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ التعريفات الحديثة مختلفة، تعريفات الفقهاء القديمة مختلفة. يقول أهل الحل والعقد هم أهل الحديث، هم العلماء. لم يكونوا كذلك. العلماء كانوا كثيرا جدا مضطهدين، لا يملكون حلا ولا عقدا. طب من هم أهل الحل والعقد؟ هم أهل القوة والتأثير في الدولة الذين يمتلكون أزمتها السياسية والقابلية عند الجماهير والانقياد الجماهيري لها لهذه النخبة حتى تستطيع أن تقود المجتمع. هؤلاء النخبة يعني الممثلون للقوى الاجتماعية في الدولة ينبغي أن يكونوا هم قادة الدولة. القادة العسكريون ينبغي أن يكونوا ممثلين في الدولة، في إدارة الدولة. جيش، قوات مسلحة، شرطة، لهم تقلهم هذه القوة الحقيقية المسك السيف. فكيف لا يكونون ممثلين في الدولة؟ في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت رجال القبائل، زعماء القبائل، أين هم؟ أين شيوخ القبائل الذين يحكمون في الحقيقة القبائل والقوى الاجتماعية الموجودة؟ أين هم؟ في 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 الكوفة. لكن أين هم في ميزان الدولة، في قوة في المدينة؟ أين هم في مجلس الخليفة؟ لا يوجدون. الذين يوجدون هم قدامى المهاجرين وقدامى الأنصار. لما قتل عثمان رضي الله عنه وأراد الناس البيعة لعلي بن أبي طالب، ماذا قال علي؟ هذا الأمر ليس لكم، إنما هو لأهل بدر. نحن في سنة كام؟ 35 هجرية. تبحث عن أهل بدر سنة 1 هجرية، سنة 2 هجرية، ناس من 32 سنة ما زالوا هم القوة السياسية الحاكمة. هذه مشكلة كبيرة جدا، ينبغي أن يتغير المفهوم في قوة اجتماعية جديدة. الدولة الإسلامية كانت دولة المدينة، تحكمها المدينة وتحكم المدينة، ثم تمددت فأصبحت تحكم شبه الجزيرة العربية، عرب كلهم مسلمين في الغالب، خلاص بعض الوثنيين موجودين هنا ولا هناك، بعض النصارى واليهود يعني في بعض الأماكن محدودة.
لكن دولة منسجمة جدا جنسيا اثنيا ان هم كلهم عرب، منسجمة دينيا كلهم اتباع دين واحد تقريبا، ما في فروق كبيرة في الدولة الإسلامية. لكن لما تصبح الدولة الإسلامية دولة عالمية، كيف تدار الدولة العالمية بمنطق الدولة المحلية الصغيرة دولة المدينة؟ لا يمكن. أنت الآن أصبحت دولة عالمية، بمعنى عندك ليس الإسلام فقط، وأنا عندك الإسلام، عندك المسيحية. المسيحية كانوا بعض الأفراد الرهبان يعني في بعض مغارات وكهوف المدينة والأديرة في الجزيرة العربية. الآن عندك مجتمع الشام ومجتمع مصر، كثير جدا منه نصارى. اليهود تخهرت منهم الجزيرة العربية في خلافة عمر، و يعني رحل الناس اللي كانوا موجودين في خيبر. لكن اليهود الآن موجودين في أطراف البلاد، فارس بعض اليهود موجودين، وبعض اليهود موجودين في الشام. المجوس بلاد الفرس دي كلها كانوا مجوس، كثير منهم جدا مجوس، واخدين بالكم؟ فالوثنيين، انت فتحت بلاد الأتراك، بلاد الأتراك معظمها وثنيين. فالدولة متعددة الأديان ومتعددة الجنسيات، ما كانوا ما أصبحوا يعني ما ظلوا عربا فقط، وإنما عندنا الآن عرب، عندنا فرس، عندنا روم، عندنا قبط في مصر، عندنا بربر اللي دخلوا في شمال إفريقيا في تونس وفي غيرها، عندنا ديلم في شمال بلاد فارس، عندنا يعني أجناس متعددة. وبعض هؤلاء الناس أصحاب حضارات ضاربة في القدم، يعني يشعرون بالتميز والانتفاخ على العرب. يعني أهل فارس مثلا يقولون من هؤلاء الأجلاف الذين جاءوا يعني يفتحون بلادنا ويستعمرونها. الناس أهل فارس كثير منهم داخل في الإسلام وأصبحوا علماء صحيح، لكن كثير منهم كانوا ناقمين على هذا الدين الجديد وعلى هذا الجنس الذي كان تابعا لهم في وقت من الأوقات، والذي كان خاضعا لهم في وقت من الأوقات، فأصبح الآن حاكما لهم، فأنا ينقادون إليه. الروم كذلك في بلاد الشام، في مصر. مصر هذه الحضارة 5000 سنة ولا 7000 سنة، هؤلاء العرب الذين جاءوا الآن ما نصيبهم في الحضارة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الإسلام؟ لا شيء. الروم ينظرون إليهم يعني من أطراف أنافهم، من هؤلاء الذين كانت تردهم اللقمة واللقمتان والدرهم والدرهمان، أو الدينار والدينار أو الديناران في بلاد الروم؟ من هؤلاء حتى يحكموننا؟ خلاص. يعني كثير من هذه البلاد المفتوحة كانت تشعر بتميزها الحضاري مقارنة بالعرب الفاتحين، داخل من هذه العصبية. لكن هؤلاء الناس كانوا ينظرون إلى أن العرب قد سلبوا مجدهم، فبينهم وبين العرب ثار. من الذي قضى على إمبراطورية الفرس؟ هذه الإمبراطورية الضخمة جدا، من الذي قضى عليها؟ هؤلاء العرب. من الذي قضى على ملك على معظم ممالك بلاد الروم وفيها أغنى أقاليم الدولة في مصر وفي الشام؟ العرب. فأهل هذه البلاد المفتوحة ينتمون إلى حضارات قديمة، وبالتالي يشعرون بنوع من التميز على العرب الفاتحين. دخل الكثير منهم في الإسلام، لكن أين نصيبهم من الدولة؟ يشعرون بالاغتراب، بالتهميش. يعني كان ينبغي أن نحن نفسح مجالا لبعضهم، وقد حدث هذا بالفعل، أن بعض أن طارق بن زياد مثلا في الدولة الأموية أصبح قائدا من القوات، لكن هذا في الدولة الأموية. في هذا العصر الباكر من تاريخ الإسلام كان دخول هؤلاء الناس في الإسلام قليلا، وكان مشاركتهم معدومة تقريبا، إلا يعني بعض الشواذ التاريخية.
وبالتالي الدولة العالمية لا تدار أبدا بمفهوم الدولة المحلية أو الإقليمية أو الدولة الصغيرة كما كانت المدينة. لكن للأسف نحن لا نحاكم الماضي بمنطق الحاضر، إنما نحاول أن نفهم الماضي بديناميكية الماضي، بديناميكيات الماضي، بمفاهيم الماضي. الماضي دائما والتاريخ دائما يقول إن لابد القوى الجديدة تشرك في إدارة الدولة، وإهمال القوى الجديدة يؤدي إلى شعورها بالاغتراب ثم غضبها ثم تمردها، وهذا الذي كان. فأهل الحل والعقد كان مفهوما جامدا لم يلقى نصيبه من المرونة والتطوير. كان نقول كان، والتاريخ لا يدرس ما يجب أن يكون لما يدرس ما كان. ما يجب أن يكون هذا موضوع دراسة في العقيدة، دراسة في العلم الاجتماع، لكن دراسة في تاريخ ندرس ما كان. الذي كان إنه هذه القوى الجديدة التي كان يجب أن تدخل في الفكر السياسي كتطوير الحل والعقد لم يحدث هذا، وبالتالي كان سهل تسويرهم. لو قلنا كما يقول الكثير من المؤرخين إن عبد الله بن سبأ هو صاحب الثورة على عثمان، هو الذي حرك الثوار، هل تظن أن رجل يهودي الأصل دخل في الإسلام ادعاء من اليمن يستطيع أن يحرك الناس في البصرة وفي الكوفة وفي مصر؟ من أين أتى بهذه القوة؟ طبعا في مبالغة كبيرة في دور عبد الله بن سبأ، هو شخصية حقيقية على الغالب، على الغالب شخصية حقيقية، بعض الناس ينكرونه لكن هو شخصية حقيقية في الغالب، لكن بولغ جدا في تأثيره وفي قوته، بولغ جدا. تأثيره وقوته المحدودة جاءت من استغلاله لهذه التناقضات الاجتماعية والسياسية في الدولة، انه يحرك هذه القبائل، انه يثير هذه الأحقاد والحسد الموجود عند الناس. نضيف نقطة أخرى، واضح المفهوم الأهل الحل العقد والجمود النظام السياسي. أيضا إرضاء بعض الذين يفهمون الإسلام فهما سطحيا أو المتسرعون في فهم الإسلام، وهؤلاء كانوا كثيرين وفي كل عصر موجودون، في كل عصور موجودون. في ناس مثاليين، مثاليين يعني يعرفون الإسلام فتستهويهم روح الزهد في الإسلام وروح العدل في الإسلام ومثاليات الإسلام، يريدون أن يكونوا كذلك ويجتهدون من أجل هذا، فلما يتحقق شيء من هذا فيهم يريدون أن الناس كلهم يكونوا مثلهم، فإذا لم يستجب لهم الناس غضبوا منهم وثاروا عليهم وكفروهم أحيانا. هذا كان يحدث، هذا كان يحدث. ما مشكلة أبي ذر الغفاري في خلافة عمر، خلافة عثمان رضي الله عنه؟ أبو ذر الغفاري واحد من خيار الصحابة، ما أقلت الغبراء وما أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر، ورجل من السابقين الإسلام، أسلم في المرحلة المبكرة من عمر الدين، عمر الدعوة، والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في الفترة الأولى، فترة الدعوة السرية. فأبو ذر مكانته في الإسلام عالية جدا، لكن فهم أبي ذر الإسلام نموذج لفهم الفهم المثالي للإسلام. هو رجل زاهد لا يتعلق بالدنيا، ويرى أن الناس ينبغي أن يكونوا كذلك، ويفسر قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيقول أبو ذر إن كل مال زاد عن حاجة الإنسان فهو كنز ينبغي أن يتركه ويخرج منه لله عز وجل.
هذا كلام عظيم جدا في حقك أنت كفرد. تزهد وترى أن كل ما زاد عن حاجتك تنفقه في سبيل الله، هذا شيء رائع، شيء عظيم. لكن لماذا تجبر الآخرين عليه؟ هذه موضع المؤاخذة. أبو ذر كان يرى أنه لا، يجب على الناس جميعا أن يفعلوا ذلك، ودعا إلى هذا في الشام فعارضه معاوية، قال لا يا أبو ذر، هذا فهم غير صحيح. الإسلام لا يحرم الادخار، لا يحرم الادخار. كيف تستطيع أن تؤدي فرض الحج إذا كان عندك مدخرات؟ كيف تستطيع أن تجاهد في سبيل الله بمالك إذا ما كان عندك مدخرات؟ كيف تستطيع أن تؤدي زكاة مالك إذا كان أنت أصلا لم تكمل النصاب؟ في فروض في الإسلام لا تكون إلا بدرجة من اليسر المالي. فهذا فهم يعني شخصي جدا، خاص جدا، لكن يعني ليس هو الفهم الصحيح الذي تدعو الناس إليه وتأخذ الناس به. فعارضه أبو ذر وأصر على ذلك، فوصل الخلاف إلى عثمان، فاستدعى أبا ذر وناقشوا في ذلك، ومعه الصحابة الموجودون في المدينة في مجلس شورى عثمان، وافقوا على رأي معاوية إنه يا أبا ذر هذا فهم خاص بك لا تلزم به الناس. قال خلاص، أنا أشعر بالغربة في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قال لي إذا وصل عمران إلى سلع، سلع مكان خارج المدينة، فاتركها واذهب إلى الربذة، الربذة أيضا مكان خارج المدينة، فأنا سأعتذر الناس جميعا وأذهب إلى الربذة بشوية الغنمات الخاصة بي وأعيش هناك خلاص. وذهب إلى الربذة مختارا. خصوم عثمان أعداؤه قالوا هو نفاه إلى الربذة، لا لم ينفيه، لكن هو شعر بأنه أنا غريب في وسط هذا الناس، هؤلاء الناس في وسط هذا الفهم، الناس يعبون من الحياة، يستمتعون بالحياة، أصبحنا في عصر تطير فيه الحمام، يطير فيه الحمام وتكتنس فيه الأموال وتبنى فيه البيوت الفخيمة والقصور، لا أريد، لا أريد هذا، أنا سأذهب لأعيش بقية حياتي متمتعا بزهدي مقتربا من ربي حتى ألقى الله عز وجل. هذا أبو ذر عظيم. لكن هناك ناس آخرون كانوا يرون رأي أبي ذر في إن وجوب الزهد، ولا يفعلون صنيع أبي ذر في ترك الناس وشأنهم، إنما ينتقدون الخليفة لأنه سمح بهذا الترف، وينتقدون من أصابه شيء من هذا أو من أفعل شيئا من هذا الترف، فأصبح في موجة من الانتقاد الداخلي، موجة من التدمر تقود هؤلاء الناس، بعضهم وصل إلى حد التكفير. هؤلاء جذور الخوارج الذين كفروا الناس فيما بعد بدأوا من هنا، بدأوا من هؤلاء الثائرين على عثمان. وحين نتبع قادة الثورة على عثمان أو رموز الثورة على عثمان سنجدهم جذور الخوارج فيما بعد. فهذا الفكر السطحي للإسلام الذي يرى إلزام الناس بما لا يلزم من دين الله عز وجل، وإجبار الناس على فهم الفهم المثالي للإسلام، كان سببا من أسباب الثورة على الخليفة. أنت السبب، أنت الذي سمحت بهذا، أنت الذي تمتعت فتمتع الناس، أنت الذي أخذت من الدنيا فأخذ الناس، أنت السبب. أين أنت من عمر؟ أين أنت من زهد الناس في خلافة عمر؟ ها؟ وبلا. طيب، سبب آخر، مثالية الخليفة. مثالية الخليفة في مواجهة هذه الثورة. في حالة من الهياج، الناس جاءوا في نوع من الانتقاد العنيف في الأمصار، ويعني أتعبوا الخليفة منذ خلافة عمر وأهل الكوفة غير راضين عن أمرائهم، الروح القبلية اللي قلنا عنها في خلافة عمر، عابوا عمر بن ياسر فعزله الخليفة، عابوا أبا موسى الأشعري قالوا إنه لا يعدل، لا يغزو في السرية ولا يعدل في مش عارف، لا يغزو ولا يعدل ولا يقيم العدل، أبو موسى الأشعري. وسعد بن أبي وقاص
عابوه قال لا يحسن الصلاة. تصوروا سعد بن أبي وقاص لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة. هؤلاء الأعراب، ما هذا هو الفهم العجيب من كلمة لا يحسن الصلاة. فعزله عنهم. وكل حتى ضج الخليفة عمر رضي الله عنه، فكان يقول لما اهتم واغتم لهذا الأمر، فسأله الناس عن سبب يعني ما أصابه، فقال كيف أنا بمئة ألف أهل العراق، مئة ألف لا يرضون عن أمير ولا يرضى عنه أمير، وأي هم أعظم من مئة ألف لا يرضون عن أمير ولا يرضى عنهم أمير. وعمر سياسته أنه يعزل ويولي واحد جديد، هان شيئا أستصلح به الرعية أن أولي رجلا ما كان رجل. هذا يصلح في خلافة عمر رضي الله عنه، لكن الأمور تفاقمت في خلافة عثمان رضي الله عنه، أنه الثورة على هؤلاء الناس أصبحت أكثر حدة، ليس مجرد انتقاد، لا ده أصبح في تجمع الآن في تظاهر مظاهرة، لا نريد سعيد بن العاص، فيخرج الناس إلى ظاهر الكوفة خارج الكوفة ويعملوا مظاهرة واعتصام، فيأتي سعيد بن العاص من المدينة، كان في زيارة للخليفة، فيأتي إلى المدينة يسأل ما بالكم؟ يقول لا نريدك، ارجع من حيث أتيت. يقول طب ما تقول هذا؟ ارسلوا للخليفة وقول لا نريد سعيد بن العاص، يولي عليكم رجل آخر بدل ما تعملوا مشاكل، وأنا لا أريدكم أيضا. من تريدون؟ قالوا أبو موسى الأشعري. قال نعيد عليكم أبو موسى الأشعري، أنتم رفضتم أبو موسى من قبل وعزلناه عنكم، عزله عمر عنكم، نعيده إليكم ما في مشكلة. فأصبحت نزعة الانتقاد أعلى بكثير مما كانت. هذه الرجة في الدولة، هذا التململ، هذا الانتقاد العالي، هذا الصوت الصارخ بأسباب الثورة في الدولة، كان خليفة وجوه مثالية، بمثالية يرسل رسالة إلى الأمصار، وقد حدث فيها هذا الهياج، يقول لأمرائي في الأمصار أعطوا الناس حقوقهم وأجيبوهم إلى طلباتهم، يعني يوصي بالرعية رغم أن هذه الأمور، فإذا أعطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها، يعني خلاص عاقبوا بقى الذي يستحق العقاب. طيب يأتي إليه واحد من الثوار فيما بعد اسمه كميل بن زياد، واحد من الشيعة الذين يعني كان لهم دور فيما بعد. وكميل هذا لما جاء الثوار إلى المدينة في بداية الثورة على عثمان، جم 300 من كل مصر من أمصار، 300 من مصر، 300 من كوفة، 300 من البصرة، وعسكروا خارج المدينة وحاورهم الخليفة وحاورهم علي بن أبي طالب، فانصرفوا. وفي الطريق رجعوا مرة ثانية وقالوا يعني ورأينا رسالة كتبها الخليفة يأمر واليه على مصر بقتلنا. فقال علي بن أبي طالب هذا شأنكم يا أهل مصر، أنتم وجدتم رسالة مع الرجل يأمر واليه على مصر بقتلكم، فما الذي أرجعكم يا أهل الكوفة؟ لماذا رجعتم؟ وجدتم رسالة أيضا؟ وما الذي أرجعكم يا أهل البصرة؟ هذا أمر بويت في المدينة، في تنظيم سري يدير الأمور ويواصل الرسائل إلى هنا وهناك. فالخليفة وجد واحد من هذا التنظيم السري اللي هو كميل بن زياد، هذا كان في المدينة، لما انصرف الناس فضل كميل بن زياد في المدينة حتى يعني يلعب في داخل الدولة وأمن الدولة. فوجده، وعثمان كان شديد الفراسة. عثمان مر أمامه رجل من الناس فناداه وقال يا فلان، جاءه الرجل قال لقد زنيت، أنت زنيت. فالرجل فعلا كان ارتكب فاحشة الزنا، فانزعج جدا، قال أوحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أين عرفت؟ قال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله عز وجل. حدث أم لا؟ قال استغفر الله يا أمير المؤمنين. ولأن الخليفة يعني لم يرى الأمر على وليس الاعتراف كاملا، فعثمان كان عنده هذه الفراسة، فلما رأى كميل بن زياد
يحاول الاقتراب من الخليفة ضمن الناس يعني، وكزه في صدره فسقط كوميل. قال أوجعتني يا أمير المؤمنين، قال تعال اقتص اقتص ادفعني كما دفعتك. قال لا قد عفوت. قال أورست بفاتك، أنت مش جاي تقتلني؟ قال لا. فعلا كان من الثوار على عثمان رضي الله عنه، لكن الخليفة لم يأخذ أي إجراء احتياطي. خلاص ثار الناس وجاءوا إلى عادوا مرة ثانية إلى المدينة وسيطروا عليها، سيطروا عليها ونشروا حكم الإرهاب في المدينة المنورة، وظلوا على ذلك أسبوعين، ثم منعوا الخليفة من الذهاب إلى المسجد، حبسوه في البيت، ثم منعوا عنه الطعام والشراب. هذا في التحليل السياسي ماذا يعني؟ منع إدارة الدولة من التواصل مع مع الناس، مع الدولة، يعني لا يستطيع أن يدير أمور الدولة. أنت محصور الآن، كيف تستطيع أن ترسل رسلا أو تبعث قادة أو تستقبل أحدا؟ أنت ممنوع من كل شيء. هنا استنجد عثمان بولاة الأنصار، تعالوا وضع وصل إلى كذا كذا كذا، أنا لا أستطيع الخروج، تعالوا شوفوا ولا صور، ولا أريد أن أهل المدينة يحاربوه فيحصل اقتتال أهلي في داخل المدينة. فتحرك بالفعل ناس من البصرة ومن الكوفة، وتحرك كان أسرعهم حركة معاوية، ومعاوية كان أرسل إلى الخليفة منذ البداية قبل هذا الحدث، قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال معي إلى الشام، فإن أهل الشام أهل طاعة، يعني يحموك ويحرسوك. قال لا 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 أريد ذهاب إلى الشام، لا أترك جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره. خلاص وكلام سليم، لو ذهب إلى الشام تصبح خلافة أموية على طول، هو من بني أمية ويحمي معاوية الأموي، لا يصبح خليفة للمسلمين جميعا في حماد بن عمه هذا يعني. فرفض، قالت أرسي إليك جيشا يحميك، قوة تحميك. قال لا لا أريد أن أقتر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس اللي في المدينة لما يأتي جيش آخر يعني يقتات من قوت المدينة ويأكل من ثمرات أهل المدينة فنضيق على الناس، لا أريد ذلك. قال إذا لا تغتلن، لا تغتالن ولا تقتلن. قال الله المستعان. هذه مثالية أيضا، هذه مثالية أيضا. طب كم ممكن اتخذ شرطة؟ كم ممكن؟ المهم استنجد بهؤلاء الناس في هذا الوقت لما منع من إدارة الدولة، فجاء الناس من الأمصار، فالثوار لما أحسوا بذلك تشاوروا فقالوا لو تركناهم حتى يأتوا إلينا سنكون بين قوتين، قوة أهل المدينة المدافع عن الخليفة وقوة الأمصار الجاي القادم إلينا من الخارج، فلابد أن نحدث حدثا جديدا، ما هو؟ نقتل الخليفة. فتسور بعض الناس إلى دار الخليفة وقتلوا حتى يكون فيه نيو أكشن، يعني حدث جديد، فعل جديد يحتار الناس فيه. فلما قتل رجع الجيش اللي جاي من الشام. كيف تتحرك الآن؟ لا توجد قيادة تحركك، لا يوجد خليفة الآن لإنقاذه، ماذا تفعل؟ أذهب وأخذ بالثأر، من أنت حتى تأخذ بالثأر؟ من فوضك بهذا؟ أخذين بالكم؟ إذن بهذا نوازن بين من يقول إن عثمان رفض الدفاع عن نفسه وبين من يقول إن عثمان استنجد بالأمصار. هو استنجد بالأمصار في الأول، لكنه لما أحيط به أمر الناس الذين يدافعون عنه في المدينة بالكف، ماذا تفعلون أنتم؟ عندكم 900 رجل الآن يشرون السلاح، وعندنا مثلا بضع مئات يحرسون خليفة، ستكون مذبحة، كفوا أيديكم. من أغمد سيفه فهو حر، حتى مواليه وعبيده، قال لا، من أغمد سيفه فهو حر، لا أريد قتال، لا أريد أن تسيل بسببي محجمة دم. هذه أيضا مثالية، هذه مثالية كبيرة جدا، ضحى الرجل بنفسه من أجل ألا تحدث فتنة في المسلمين، فقتل الخليفة رضي الله عنه. هذه المثالية في إدارة الدولة الإسلامية وجدناها متكررة، حتى إن عمر يقتل في المسجد، وعثمان يقتل في داره، وعلي يقتل في المسجد،
ولا يفكر واحد من هؤلاء الكبار أن يتخذ حرسا، كأن اتخاذ الحرس ليس من الإسلام، في حين النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حرسا، ها؟ كان يتخذ حرسا. وسمع ذات ليلة قعقعة سلاح في خارج بيتي، فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص، أنا يا رسول الله جئت لأحرسك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار. حتى نزل قول الله جل والله يعصمك من الناس، فصرف الحرس. فاتخاذ الحرس الذي فعله معاوية فيما بعد ليس بدعا وليس منكرا. يكفي الدولة الإسلامية 4 خلفاء يقتل منهم 3. فهذا أيضا من ضمن الأسباب الثورة، طريقة المعالجة المثالية في هذا الحدث الجلل. يعني هذه المعالجة ترتب عليها أنه بعد ذلك حدثت معركة الجمل، معركة صفين، معركة أسال، ألوف من الدماء، ألوف من الدماء. فأنا طولت عليكم، لكن هذه أبرز أسباب الثورة على عثمان رضي الله عنه. تذكرونها؟ يلا ذكرونا بها. أنه لم يكن زاهد مثل سيدنا عمر. هذا لا تقال الأمور هكذا، ليس لم يكن زاهدا مثل عمر. أن طائفة من المسلمين كانوا يعني يطالبون بمثالية الإسلام، فلا يعجبهم الحد الأقل من المثالية، لا يعجبهم الحد الأدنى ولا يعجبهم الحد الأوسط، إنما يريدون يعني التوب، القمة في 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 كل شيء. التعامل بمثالية مع المنتقدين والخارجين عن نظام الدولة أو حكم الدولة. تمام. جمود النظام الإسلامي. جمود. في 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 أهل الحل والعقد وعدم تطور. جمود مصطلح أهل الحل والعقد. تمام. وعدم تطوره لاستيعاب القيادات واستيعاب الدول أو العجز عن استيعاب القبائل، فوران القبائل العربية. ماذا أيضا؟ أصبحت الأطراف أقوى من القلب. ممتاز جدا. ما شاء الله. سؤال ماذا أيضا؟ ثم اسألي. توقف الفتوحات أو قلة الفتوحات الإسلامية نتيجة الوصول إلى حدود معينة أو جغرافية أو بشرية. نعم. أيضا موضوع مكانة عمر وعثمان، يعني عمر كان اختلاف الشخصيات، شخصية مؤثرة لكن عثمان أقل تأثيرا. نعم. نعم. في أعين الناس. طباعة الشخصية. نعم. جزاكم خير. تفضل. أصبحت القوة الضاربة في الدولة هي قوة القبائل الداخلة في الإسلام وليس يعني العرب. التحاسد بقريش، حسد قريش، قريش أصبحت هم أهل الثروة والسلطة والقبائل تبحث عن دور لها فلا تجد، فنقمت على قريش. يعني بعض السائرين في الكوفة أمر عثمان بتسييرهم إلى الشام، يعني ينتقلوا من الكوفة حتى لو أثيروا ناس هناك ينتقلوا إلى الشام. فذهبوا إلى معاوية، فمعاوية حاورهم، فلم يجد عندهم إلا الحسد لقريش، فقال لا اذهبوا عني، انتم ستثيروا الناس في 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 الشام، تثيروا الناس في دمشق علي، اذهبوا عني الى خالد بن، الى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فلما ذهبوا الى عبد الرحمن بن خالد قالوا اتعلمون من انا؟ انا ابن قامئ الرده، انا ابن خالد بن الوليد، والله لو لم تستقيموا لافعلن بكم ما افعل. فسكتوا، خافوا من القوه وسكتوا. اظن انه هاي السياسه اللي كانت تنفع يعني. فالشاهد ان الامور كانت معقده لدرجه ان ما في شيء واحد كان ينفع، لابد كان حزمه يعني اعمال وتطوير للنظام السياسي حتى نستطيع ان نحن الان نقيس الامور بمقاييسنا، والفتن اذا اقبلت اشتبهت واذا ادبرت اتضحت، لما تدبر وتنتهي نستطيع ان نقيمها ونقول هذا صحيح، هذا خطا، هذا كذا، هذا كذا، إنما وقت قدومها فتنة. ومعنى فتنة يعني تكافؤ الأدلة، يعني كل واحد معاه دليل مثل الآخر في قوتي أو أقل منه قليلا أو أزيد عليه قليلا، تكافؤ الأدلة، كل حد له
وجهه نظر له حجه. لا نستطيع ان نقول خطا 100% ولا نستطيع ان نقول صواب 100%. لذلك يعني هذا هو فقه الفتن، ان احنا يعني نزل الامور بان نعذر كل فريق بما بحجته، نذكر حجه كل فريق ولا نميل كل الميل في تقييم المساله، بحيث يعني هذا جيل فريد، هذا جيل الصحابه رضي الله عليهم ولهم حرمتهم ومكانتهم في التاريخ وفي الاسلام ايضا. نعم. كان عندك سؤال؟ فكرت استاذ انه اصبحت المدينه يعني ضعيفه مقارنه بقيه الاقطار الموجوده، واصبحت فيما بعد يعني كل دوله، يعني هو هذا الامر ليس هو امر يعني موجود في التاريخ، موجود يعني ايضا في نشوء الدول، انه دائما تكون دولة العاصمة ثم تضعف بمرور الزمن، تقوى مثلا عاصمة أخرى ثم تنشئ دولة على أطرافها وتضم خلاص. ما هو قلنا هذا، قلنا إن الدولة الأموية كانت في دمشق في الشام، والشام كانت أقوى الأماكن، تستطيع أن تفرض سطوتها وسلطتها على العراق وعلى الحجاز وعلى مصر، ماشي. لكن بعد فترة العصبية العربية وقبيلة كلب اليمنية التي كانت أقوى القبائل العربية في الشام ضعفت، وأصبح فيه صراعات بين العرب اليمنية والعرب القيسية، وأصبح العنصر العربي نفسه عنصر مهدد من داخله باستمرار العصبية القبلية، وبالتالي خرجت القوة من تسربت القوة من أيديهم إلى أطراف الدولة في خراسان، فأقامت الثورة العباسية في أطراف الدولة، ولما نجحت الثورة العباسية انتقلت الخلافة إلى العراق وليس إلى الشام، لأن العراق على أطراف خراسان، على أطراف فارس، يعني في العناصر الفارسية التي قام بالثورة في خراسان، العناصر الفارسية والعناصر العربية، بعد فترة أصبحت العناصر الفارسية الغالبة في الدولة العباسية. بعد فترة يعني السلاجقة والبويهيين وغيرهم كلهم كانوا عناصر فارسية من الديلم البويهيين. فيش موضوع أسباب التحاشد، يعني مما قرأت مما أعرف موضوع تولية سيدنا عثمان عليه السلام رضي الله عنه لمجموعة من الأقارب مثل سعيد بن عثمان ومعاوية. جزاك الله خير. هذه النقطة يعني أنا أشرت الآن إلى الأسباب الحقيقية للثورة، هناك أسباب غير حقيقية، أسباب مشهورة وغير صحيحة للثورة على عثمان، منها أن بعض الناس يقولون عثمان شخصية ضعيفة، ضعف الخليفة، خليفة عجوز، خليفة كبير في السن، خليفة لا يستطيع استقالة، لم يكن عثمان ضعيفا، وإنما كان مختلفا عن عمر. الخليفة الضعيف لا يمكن أن يأخذ قرارات مثل اتخاذ الأسطول الإسلامي والغزو في البحر، هذا قرار استراتيجي غير مسيرة الدولة من دولة برية لدولة بحرية، وأصبح البحر المتوسط بعد فترة بحرا إسلاميا، وأصبحت الجزر في البحر، وأصبح الغزو في البحر، وأصبحت فتحت الأندلس، وفتحت صقلية، وفتحت سردينيا، وفتحت كورسيكا، وفتحت كل هذا. وفي بعد ذلك في الدولة الأموية غزيت القسطنطينية نفسها 3 مرات بالسلاح البحري. فلا يمكن يكون خليفة ضعيف. الخليفة الضعيف لا يتخذ قرارا مثل توحيد القراءات في القرآن. يعني الناس لما اختلفوا فتحت البلاد وأصبحت توزع الصحابة في الأمصار، وكل أخذ قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في الكوفة، ده يقول أنا قرأت الصحيح، ده يقول قرأتي أنا الصحيحة، فاتخذ عثمان بمشاورة الصحابة قرارا بالرسم العثماني المصحف، برسم المصحف رسما يتواءم مع عدة قراءات، والقراءات الشاذة التي لا تنسجم مع الرسم العثماني هذا لا نقول بها، والمصاحف التي رسمت على هذا الرسم نحرقها. هذا القرار أغضب بعض الناس، كيف تحرق المصاحف؟ حتى إن علي قال لا تنتقدوا خليفة في ذلك، لقد كان هذا على ملأ منا، حتى أحمد الأمة، أدرك الناس فلا يختلفون في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى في كتبهم. هذا قرار استراتيجي مهم جدا، لولا عثمان واتخاذ هذا القرار كان أصبح عندنا عدة قراءات متوارثة وكل واحد عنده مصحف.
هذا قرار مهم جدا. فالذي يتخذ مثل هذه القرارات الخطيرة في الدولة لا يمكن يكون شخصية ضعيفة، لكنه كان شخصية مختلفة. هذا شيء. الشيء الثاني أن عثمان ولى أقاربه. عثمان رفض أن يولي بعض أقاربه. مثل من؟ محمد بن أبي حذيفة. مين محمد بن أبي حذيفة هذا؟ أبوه أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس. أبو حذيفة من السابقين الإسلام، وأبوه عتبة بن ربيعة من قادة قريش. هو كان مش قتل أبوه، لكن يعني أبوه قتل في معركة بدر وهو كان مع المسلمين في بدر. وأبو حذيفة كان من القراء، كان حافظ القرآن وكان حامل لواء المهاجرين في معركة مسالمة الكذاب، في حرب مسالمة الكذاب. لما استشهد وشاب وهو شاب، كان ابن محمد هذا طفل صبي صغير، فالذي رباه هو عثمان، تربى في بيت عثمان، وكان عثمان كافل أهل بيته، يعني الأولاد الأيتام والفقراء بتاعه هو يتولى الإنفاق عليهم، فربى محمد بن أبي حذيفة. فلما كبر محمد أصبح شابا، قال يا أمير المؤمنين وليني ولاية، اجعلني أمير على بلد. محمد بن أبي حذيفة بن عم الخليفة أو ابن عمه يعني، وربيبه تربى بيته، فما يوليها أي ولاية رفض. قال يا ابن أخي أنت لا تصلح الإمارة، أنت لا تصلح الإمارة، رفض. قال إذن فأذن لي أن أذهب إلى الأمصار، أي بلد أعيش فيها، فنذهب. فذهب إلى الأمصار يثير الناس على عثمان. محمد بن أبي حذيفة هذا في معركة ذات السلاسل ذات الصواري والناس يحاربون الروم في أهم معركة بحرية أو أول معركة بحرية كبيرة بين الأسطول الإسلامي الناشئ والأسطول الرومي العتيد، كان محمد بن أبي حذيفة يقول والله ما أدري لماذا نحارب، تركنا وراءنا الجهاد حقا. الناس استغربوا، أي جهاد؟ نحن جهاد الروم. يقول لا جهاد عثمان، لقد أحدث وبدل. هذا فكر الخوارج، يحاربون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر، صح؟ هو يريد أن الجيش الإسلامي يترك حرب الروم ويذهب إلى حرب الخليفة، وقد كان بالفعل بعض الناس ذهبوا إلى حرب الخليفة. ولما قتل عثمان ولوا محمد بن أبي حذيفة أمير عليه. لو كان عثمان يولي أقاربه بأي شكل كان ولى هذا واستراح من انتقاده وثورته. عثمان حجب أبا سفيان ذات يوم، يعني منع أبا سفيان من الدخول عليه، يعني أبو سفيان السائدين على الخليفة يريد يدخل. أبو سفيان زعيم قريش يعني، وكبير بني أمية وعم الخليفة، منعه من الدخول عليه وسمح للآخرين من الصحابة. فأحد الناس أراد أنه يعني يغضب أبا سفيان، حركه فقال ما كنت أظن أن مضريا يحجبك، يعني أنا ما ظننت أن واحد عربي يعرف قدرك يحجبك عن الدخول عليه. ابن عمك الخليفة يمنعك؟ قال ما عدمت من أهلي من يحجبني. شوفوا رد أبو سفيان، مدام من أهلي، مدام قريبي يحجبني كما يحب، وهو قريبي برضو، شرفه وشرفي ومكانته ومكانتي. فإذا عثمان ما كان هكذا، لكن عثمان ولا أقاربه، نعم ولا بعض أقاربه الأكفاء. سعيد بن العاص كان كفءا جدا، قائد الجيش في خراسان، قائد الجيش في بلاد ما وراء النهر، في أرمينيا وأذربيجان. فسعيد بن العاص ولا الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة، وكان وليد كفءا، لكن بعض الناس افتروا عليه وقالوا هو شرب الخمر. فلما قيل له ذلك، والرواية في البخاري أنه أقيم عليه الحد، أقام عليه الحد، لكن لماذا أقيم عليه الحد؟ البخاري لا يصرح بهذا. هو أقيم عليه الحد فعلا نتيجة شهادة الزور عليه، الناس شهدوا، كان أقام الحد على بعض الناس، بعض الشباب في الكوفة لأنهم قتلوا رجلا، فأقام عليهم الحد وقتلهم، فأهلهم غضبوا وذهبوا إلى الخليفة وقالوا عاملك الوليد شرب الخمر. فالخليفة وجد نفسه في مأزق، الناس يشهدون أنه شرب الخمر، فأقام عليه الحد. فلو كان الخليفة يعني يجامل أقاربه ما أقام الحد بهذا الشكل،
ولقد نسأل ونشوف وأنتم كذابون، لكن أقام عليه الحد. فهذه نقطة. النقطة الثانية في نفس السياق، أن بني أمية كانوا كثيرين وكانوا مؤثرين، فطبيعي أن الخليفة يستعين بهم. لأن مثلا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة من ولى عليها؟ عتاب بن أسيد، كان شاب عنده 17 سنة من بني أمية، عتاب بن أسيد، وكان يولي أبا سفيان صدقات نجران، وكان يولي يزيد أبو بكر، ولى يزيد بن أبي سفيان جيش الفتح في الشام، ثم لما مات يزيد ولى أخاه معاوية وضم إليه دمشق، ثم ضم إليه حمص لما مات أبو عبيدة ابن الجراح، ثم ضم إليه فلسطين لما مات وليها، وهكذا زاد في ولايته، ثم جاء عثمان فضم إليه بقية الشام. فإذن بنو أمية كما يقول ابن تيمية كانوا كثيرين وكان فيهم كفاءات كبيرة جدا، فلا حرج على الخليفة أنه يستعين بذوي الكفاءة، لم يستعين بكل أحد، إنما استعان ببعض عدد محدود منهم. مما يدل على ذلك النقطة الثالثة، أن عليا أيضا ولا أقاربه، وابن تيمية عمل إحصاء قال إن الذين ولاهم علي في خلافته من بني هاشم أكثر ممن ولاهم عثمان في خلافته من بني أمية، بينما كان عثمان يحكم الدولة كلها وعلي لا يحكم إلا العراق وأحيانا مصر. واخدين بالكم؟ فالناس الخلفاء الخليفتان بعد عمر كان فيهم نوع من الميل إلى أقاربهم، لكن يهمنا هنا الميل هل كان إلى حرام، هل كان الميل كذا، يعني كان ممكن تجاوز هذه النقطة، كان ممكن يعني البعد عن هذه الشبهة، لكن لا يجعلنا هذا نقول إنه فعلوا شيئا منهيا عنه أو فعلوا شيئا حراما أو فعلوا جريمة في الدولة، ولا نقول أيضا إن هذا كان سببا كافيا للثورة. الثورة على الخليفة، قتل الخليفة، هذا عمل جلل ضخم جدا، له آثار رهيبة جدا، لابد أن يكون الأسباب الداعية إليه أسباب كبيرة، أسباب ضخمة. يقولون مثلا من الأسباب إن عثمان كان يفضل أقاربه في المال، يعطي أقاربه، وعثمان قالها نعم أنا أعطي أقاربه، صحيح، لكن أعطوه من مالي أنا، أنا رجل غني، أنا لست مثل عمر ولست مثل أبي بكر، أنا رجل موسر، موسر جدا، وكنت معتادا أن أنفق على أقاربي، وكنت أعطي العطية الرغيبة الكبيرة، وأنا يومئذ شاب حريص على المال. فحين أدركتني أسنان أهل بيتي، يعني كبر سني ووهن عظمي وبلغت أعمار أهل بيتي، قربت أموت يعني وحافظ على المال، ما هم سيأخذونه سيرثون هذا المال، فأنا أعطيهم من مالي قبل أن أموت برا وصلة، أعطيهم من مالي أنا وليس من مال الدولة. وروى البلاذري في رواية صحيحة أن عثمان لما اقترض مرة من بيت المال كتب على نفسه صكا، يعني أخذ قرض من بيت المال وكتب شيك على نفسه، أنا يعني أخذته حتى لا تختلط أموال الدولة بأموال الخليفة. فحاشا لأن الخليفة يكون يعني فعل شيئا من هذا. فهذه من جملة الأسباب. قالوا أنه يعني نفى أبا ذر إلى الربدة، ولم ينفي أبا ذر، أبو ذر هو الذي اختار الذهاب إلى الربدة كما ذكرنا من قبل. قال أنه ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه، وابن عربي يقول لو فتق أمعاءه كما كان مات، لو ضربه حتى فتق أمعاءه كان مات، كان قتل. لكن هذا كل هذه افتراءات على الرجل في ظل ثورة أهدرت دمه، فليس مستبعد أن تهدر عرضه وتحدث عنه بسوء. نعم، جزاكم الله خير. لماذا استدان من الدولة وهو غني؟ استدان من رجل تاجر، رجل تاجر، والتاجر أحيانا يكون ميزانيته صفر، وأحيانا كل أموال في الخارج ترجع إليه. أنت مارست التجارة من قبل؟ يعني دائما هي مكان صراعات العراق. نعم، لان هذا التكوين القبلي للعراق، التكوين القبلي كما شرحنا في الكوفة، ذهبت القبائل وعاشت كما هي، لا ترى للدولة سلطانا عليها، ولا ترى ان من حق الامير انه يأمرها وينهاها، هي تريد ان تعيش باستقلاليتها. لذلك كان النزوع الثوري والنزوع الانفرادي والقبلي
كان عاليا جدا في اهل العراق في البصره والكوفه، وهما اهم مدينتين في العراق، البصره والكوفه. جزاكم الله خير. اليوم الكوفه مش مبينه على الخريطه يا اخي. الكوفه؟ نعم. الكوفه قريبه الان من مكان بغداد. يعني بغداد لما بنيت ابتلعت هذه الاماكن، فقريبه من مكانها، قريبه من مكانها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله.